تبغى تشتري بيت الاحلام في جميره وتبغى شيء فخم وراقي خليك ويانا. عباره عن 8 غرف، 6 غرف فوق ماستر وغرفه ماستر تحت وغرفه عاديه تحت. وحياكم الله في البيت. طبعا هني الصاله نفس ما انتم تشوفون شيء فخم، قصر وعندكم مطبخ تحضيري هني في الصاله، وطبعا اطلاله الصاله على المسبح. طبعا هاي غرفه الطعام اللي تنفتح على الصاله. طبعا هني حمام الضيوف في الصاله، طبعا تشطيب ملكي. هي وطبعا هاي الغرفه غرفه ماستر اللي تحت، غرفة مع الدريسنج مع حمام مع غرفة إضافية في الدريسنج. يلا تعالوا بنسير فوق وبنراويكم الغرف فوق. وصلنا إلى الطابق الأول، طبعا 6 غرف ماستر في الطابق الأول. طبعا أحد الغرف الماستر اللي فوق وإطلالة مو بإطلالة، إيش رأيكم في إطلالة الغرفة؟ إطلالة الغرفة برج خليفة. تعالوا بنراويكم حمام الغرفة، شيء من الآخر، شيء فاخر. وطبعا كل الغرف بالدريسنج وكل الدريسنج كله جاهز ومرتب وشيء من الآخر. وطبعا هذه الصالة اللي في الطابق الأول مع مطبخ تحضيري مع بلكونة على برج خليفة. وأحلى ما في الفيلا الروف، مسوي يلسات خيالية على الروف. أول يلسة إطلالة بحر جميرة، وطبعا هذه الإطلالة الثانية للروف، طبعا إطلالة جميلة برج خليفة. صالة مكيفة في الروف مع مطبخ تحضيري. كل الاستفسار عن البيت والفيلا الفخمة الراقية عندك هذا الرقم، تواصل. وأحلى إطلالة من الروف عندك فندق المندرين هنا، وعندك سارية العلم